وصلت العنوان اهو. شايف ورشة الحداد اللي مفتوحة نص فتحة دي اللي قدامك؟ اه شايف. خش جوه وسيب الفلوس. انت فين يا استاذ محمود؟ مش كفاية لعب بقى ولا ايه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت اللي ما مشيتش على اتفاقنا يا باشمهندس. انا قلت لك ان نيتي خير ومش عايز اي عوائق. عوائق؟ ما انا مشيت على كلامك بالحرف والفلوس معايا اهي. لا ده ما كانش اتفاقنا يا باشمهندس. هو الباشا اللي مستنيك في العربيه ده بيعمل ايه؟ انا مش قلت لك تيجي لوحدك؟ يا سيدي ما تقلقش من حاجه، ده ابن عمي جاي معايا يوصلني. ابن عمك؟ ماشي يا سيدي، هبلعها بمزاجي. سيب الفلوس عندك وارجع عربيتك. واول ما ترجع عربيتك وفلوسك توصلني واطمن هتصل بيك وهقول لك عنوان الناس اللي تبدل ابنك معاهم. انت اللي بتغير كلامك اهو. بقول لك ايه؟ انا مش هسيب غير نص المبلغ، ولما تبعت لي العنوان واتاكد منه هبعت لك الباقي. من غير ما تتاكد. الفلوس كلها، يا اما هقفل تليفوني ومش هتوصل لاي حاجه. حط الفلوس كلها عندك. انا ماليش مصلحه من الموضوع ده غير الفلوس اللي هاخدها منك ومن غير اي مشاكل. حط الفلوس عندك يا باشمهندس. حطيت الفلوس اهي. ابعت العنوان. عملت ايه يا مروان؟ اديته الفلوس. سبت الفلوس كلها من غير ما تاخد عنوان كده ولا اي حاجه؟ ما كانش عندي حل تاني يا عماد. ولا هيبعت حاجه، هتشوف. طب تعالى ندخل، مش هنفضل قاعدين كده تحت رحمته. استنى بس يا عماد، هو مش هيتصل غير لما يبعد ويتاكد الاول، ولسه هيقعد يعد الفلوس ويطمن. استنى. يا استاذ محمود فلوس تمام يا هندسه. طب تمام، انا عملت اللي عليا. باقي عليك. هبعت لك العنوان حالا على الواتس ومعاه اللوكيشن كمان. انا بساعدك لاني عايز اخدمك ومقدر موقفك. عايزك بس تبقى مسامح في الفلوس وما تكونش زعلان مني يا سيدي. اعتبرهم حلاوه ربوع ابنك بالسلامه يا سيدي. انا مقدر ومسامح. ممكن تبعت لي العنوان بقى حالا؟ هبعت لك العنوان على الواتس. مع السلامه. قال لك ايه؟ ابعت لي العنوان على الواتس. بعت لسه عامل لسه. بقول لك ايه، جرب كده اتكلموا من عندك. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. ده قفل تليفون. لا كده يبقى رمى الشريحه ولا هنعرف نجيبه. زمانه ساب لي اسماعيليه. لا لسه ما سابهاش. انا حطيت الجي بي اس في الشنطه. اقفل. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.